السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على بعض الحيل او بعض الشورت كاتس اللي هي الحيل والحاجات اللي بتسهل عليك شغلك في الاكسل علشان تبقى سريع في الاكسل لو انت شغلك على طول على الاكسل. فنبتدي ونقول بسم الله. بص، لو انت عايز تجيب مجموع ده كله تجيبه في الخانة دي، فبدل ما تيجي تقف في الخانة دي وتدوس اوتو سام، لا انت ممكن تدوس على الت يساوي وهتجيب لك مجموعهم على طول، دوس انتر هيجيب لك النتيجة على طول. وانت عايز تضيف عمود او تضيف صف جديد، لو انت عايز تضيف عمود فبدل ما تيجي هنا وتدوس انسرت، فانت بتيجي تقف هنا وتروح دايس كنترول زائد 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 بتضيف، ولو انت عايز تشيلها كنترول ناقص، هندوس كنترول ناقص اهو كده انت بتشيلها. ونفس النظام برضو لو انت عايز تضيف هنا في الصف هتدوس كنترول زائد 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 زائد، ولو انت عايز تشيلهم هتلاقيها ناقص، دي هتبقى افضل بكتير قوي بدل ما تدوس هنا كليك يمين وتروح دايس انسرت وهكذا. الموضوع هيبقى اسهل بكتير قوي لو انت كنت تعرف الشورت كات دي. لو انت عايز تعرف تعمل زوم يعني تكبر الشيت او لا، هتدوس كنترول الت زائد 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 كنترول الت زائد كنت بتكبر، وكنترول الت ناقص هتروح بتصغر. دي لو انت عايز تعلي تعمل زوم للشيت او لا. تمام، لو انت عايز تعرف التاريخ الوقت او الوقت اللي انت بتكتب فيه دلوقتي، كل اللي انت هتعمله تروح واقف هنا وتكتب كنترول كاف كنترول كاف او كنترول اللي هي نقطتين فوق بعض دي، هيطلع لك التاريخ 25/12. ولو انت عايز تعرف الوقت بتاع اللحظه دي تروح دايس كنترول كاف او كنترول نقطتين فوق كنترول شيفت كاف كنترول شيفت كاف اهو، اقول لك الساعه 10:09 بس كده. فدي بتبقى حاجه اسهل بكتير قوي ان انت تقعد تدور وتكتبها بايدك مانيوال. لو عايز تظلل العمود كله او تظلل العمود من اول ما انت واقف، كل اللي انت هتعمله تروح واقف كده على اي حته في العمود وتروح دايس كنترول سبيس كده العمود كله اتظلل. لو انت عايز تظلل الصف ده كله تروح دايس على تقف على اي حته في الصف وتروح دايس على شيفت سبيس العمود كله الصف كله تظلل. لو انت عايز تظلل كل اللي مكتوب في الشيت بس او الحاجه الاكتيف اللي في الشيت او الحاجه النشطه اللي انت كاتب فيها، هتروح دايس على كنترول شيفت سبيس هيعمل لك كل اللي انت كاتبه، هيتعمل لك عليه حاجه كده زي سيلكت اول بس على الكلام اللي انت كاتبه فقط لا غير. لو انت عايز تتنقل في الشيت كله بسرعه بدون ما حد يعني بدون ما انت تمشي كده بالماوس، كل اللي تقدر تعمله تقف على اول حاجه في الشيت وتروح دايس كنترول داون ايرو اللي هو الصليب اللي هو السهم اللي تحت ده، تروح دايس كنترول سهم لتحت نزلت لاخر حاجه خالص اهي اللي هي لو فيها سبيس. تمام اهو، يعني مثلا لو جيت وقفت هنا نزلت كده كده خلاص كده فاضي، طلعت فوق كده اخر حاجه، جيت يمين جيت شمال كده اخر حاجه وهكذا. احنا كده عمالين ايه نتنقل ما بينهم، بس انت بتتنقل ما بين الكنترول والسهم بقى سهم يمين سهم شمال وهكذا. ولو انت عايز تظلل كل الخانات دي كلها او خانات معينه، كل انت بتقدر تتحرك بيه ان انت تمشي مثلا تدوس على الشيفت وتعمل اللي هو السهم اللي على اليمين، ولما تيجي تنزل خالص او عايز تظلل الحته دي كلها تروح دايس كنترول وتروح دايس على السهم اللي تحت وكده بيجمع لك كل حاجه تحت بس كده اهو بالظبط كده اخر حاجه وهكذا. ولو عايز تعرف اي المعادلات او عايز تعرف شكل المعادلات او المعادلات المكتوبه كلها تقدر عليه، تروح دايس كنترول زال زال هيظهر لك المعادلات اهي، المعادله اللي هي صامه اهي، فموجوده المعادله فين بالظبط وبتبين لك المعادله كلها.